السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ عساكم طيبين، معكم محمد. اليوم رجعنا لكم بفلوق جديد. طبعا يا شباب، بالنسبة لهذا الفلوق صورت سفرتي لبنان، وطبعا قبل لا ابدا الفلوق وقبل كل شيء صراحة حاب اشكركم كلكم، لان قدرنا نوصل 200 الف من اخوان ماوكلي، وصراحة الله يسعدكم مثل ما تسعدوني. وتخيلوا تقريبا بشهرين وصلنا 200 الف، فما ادري ايش اقول لكم صراحة، غير شكرا لكم. اطلق دعم واطلق تفاعل اخوان ماوكلي، والله يقدرني على كسب محبتكم وافادتكم. فان شاء الله المقطع الجاي راح يكون مقطع اسالني، اي واحد عنده سؤال يكتب السؤال حقه في الكومنت، وان شاء الله اني راح احاول اجاوبه بالمقطع الجاي. فالحين راح اخليكم مع الفلوق. اخوان ماوكلي. الحمد لله توني واصل لبنان، وصراحة ما في أي وقت، لأن التمرين يبدأ بعد ساعة تقريبا، وفيه مول جنب السكن اللي أنا ساكن فيه، راح أروح هناك عشان أتعشى. الحمد لله كذا أكلنا وخلصنا، الحين راح أروح للنادي، بس قبل أروح راح أوريكم المول كذا على السريع، زي ما تشوفون هذا هو. أهم شيء الشجرة هذه. بسم الله توني واصل النادي، طبعا زي ما تشوفون هذا هو النادي. بسم الله، نعرفكم على الشباب الحين. طبعا معنا زاهر من تيم ادرينالين، مشارك في بطولة العالم هذه السنة، شارك وصراحة من الناس المحترفين في الباركور اقدر اقول، وان شاء الله نستفيد منك اليوم. يا هلا والله زاهر، كيف الحال؟ كيف الحال؟ الحمد لله. ومعنا بعد اليكس. اليكس كم عمرك؟ 16 سنة، وما شاء الله عليه عنده حركات خرافية، فراح تشوفون الحين مع اللقطات باذن الله. معنا رالف. يا هلا. هلو فروم لبنان. طبعا رالف كم عمرك؟ 17 years old. 17 سنة وما شاء الله عليه عنده حركات خرافية. فالحين ان شاء الله راح نخليكم مع اللقطات ومع التمرين. زي ما شفتوا اللقطات اللي قبل شوي حق التمرين، راح ادمجها كلها حق الثلاث ايام، راح احطها بيوم واحد اللي هو الجزء اللي قبل شوي، راح احطها كلها مع بعض. واتمنى ان الفكره عجبتكم اني دمجتهم مع بعض. فالحين راح انام ونشوف بكره ايش مخبي لنا. صباح الخير، وهذا اخر يوم لنا في لبنان. طبعا يا شباب الحين انا زي ما تشوفون في النادي، كثير طلبني في الكومنتات محمد نبغى نشوف انت كيف تحمي او طريقه الحماء حقتك. طبعا في طرق احماء كثيره مره، ما في شيء مخصص للباركور، لكن انا راح اوريكم اليوم الطريقة اللي انا احمي فيها او الشيء اللي انا يناسبني. طبعا اول شيء راح نحمي فيه راح نستخدم السير زي ما تشوفونه هذا هو، راح نهرول لمدة ربع ساعة. فالحين راح اهرول وراح ارجع لكم. We'll be right back.
اوكي وكذا حمينا وخلصنا والحين جاهزين اننا نتمرن. طبعا يا شباب بالنسبه للتحميه شيء اساسي بكل الرياضات، كل الرياضات لازم قبل تسوي اي شيء لازم تحمي عشان ما تجيك اصابه لا قدر الله. وبعض الاصابات قويه مثلا يجيك مثلا شد عضلي، يجيك تمزق، يجيك من هذه الاصابات. اوكي الحين راح اشرح لكم حركه التيك تاك، راح اوريكم واحده بعدها راح اشرح لكم. اوكي زي ما شفت قبل شوي حركه التيك تاك، طبعا الحركه ايش هي؟ انك تدف الجدار برجلك. كيف تدف الجدار وتروح للمنطقه اللي انت تبغاها؟ طبعا في لها اكثر من طريقه، انك تتعلق على الجدار او انك بتنقز من فوق شيء او انك بتوقف فوق شيء، فلها اكثر من طريقه. فالحين راح احاول افصلها واشرحها لكم قد ما اقدر. اول شيء تحتاج ان رجلك ما تحطها تحت مره زي كذا ولا فوق مره زي كذا، تحطها بالنص تقريبا زي ارتفاع خصرك او عند خصرك تقريبا، فزي ما تشوفون كذا. وثاني شيء لازم ترعونه السرعه، فالحين راح اوريكم كيف راح اجيها ببطيء وكيف راح اجيها بسرعه، فبتشوفون كيف. فزي ما شفتوا يوم جيتها ببطيء ما ضبطت معي وزلقت رجلي، ويوم جيتها بسرعه ثبتت رجلي ونقصت اكثر. فمع الممارسه راح تعرف السرعه اللي تحتاجها، هل تحتاج انك تروح بسرعه مره او ببطيء مره او انه يعني السرعه اللي تحتاجها بالضبط. وثالث شيء لازم تراعيه اللي هو جسمك لما تجي عند الجدار وتحط رجلك، فاهم شيء جسمك ما تقدمه ولا ترجع مره. فالحين راح اوريكم كيف. فلما تجي عند الجدار زي كذا، فاول ما تجي عند الجدار زي كذا ما تقدم جسمك، لان اذا قدمت جسمك ما راح يمديك تدفع للجهه اللي تبغاها او المكان اللي تبغاه. فكذا راح تحشر نفسك عند الجدار ولا ترجع جسمك مره زي كذا، حاول انه تكون ترجع جسمك بس شوي زي كذا عشان يمديك تدفع. ورابع شيء لما تدفع الجدار، فلما تدفع الجدار حاول انك تطالع المكان اللي تبغى تروح له. فيعني مثلا انا بروح لهذا المكان زي ما تشوفونه، بحاول اني انقز من هنا لهذا المكان اللي استخدم حركه التيك تاك. فلازم تطالع وتحط كتوفك او توجه جسمك على المكان اللي تبغاه عشان تروح عند المكان بالضبط. فالحين راح اوريكم وحده بدون ما طالع، وبوريكم وحده لما نطالع. فالحين راح اختصر الاربع اشياء اللي شرحتهم. اول شيء تحتاجه موضع رجلك او المكان اللي تحط فيه رجلك. ثاني شيء السرعه. ثالث شيء جسمك ما تقدمه لما تجي عند الجدار او تحط، لما تحط رجلك على الجدار جسمك ما تقدمه ولا ترجع مره، تحاول انك تكون راجع شوي بس. ورابع شيء اول ما تدف الجدار انك لازم تحط نظرك او تطالع المكان اللي تبغى تروح له. فهذا هو كان شرح لحركه التيك تاك، واتمنى انكم استفدتوا. صدقوني مع الممارسه راح تجيبون كل شيء. الحمد لله توي راجع البيت وعلى طول استقبلني عبد الله زي ما تشوفون. هلا والله. يلا حيا نور سعودي عربيا. نور سعودي عربيا. يا هلا والله. والله الحمد لله. والله انت لك وحشه. اسبوع والله العظيم اسبوع كانها سنه. والله كثير اسبوع. والله مره كثير. خلاص الحين راح ندخل البيت ونشوف مقاطعكم مع بعض. فالحين قول بسم الله ونشوف مقاطعكم مع بعض. يلا جاهز عبد الله؟ يلا بسم الله. شوف اول مقطع. اسلم. ايش بقول لك؟ ما ادري. شقلب شقلب يقول له. عندك غلط واحد اول شيء اذا عدلته بتصير حركتك مره جامده، لان اللي سويتها غلط. انا اقول لك ليش؟ لان النقزه هذه لو تعيدها اكثر من مره راح تاثر على ركبتك. فانت لازم تستخدم الدحرجه اللي انا شرحتها من قبل، اللي هي من اساسيات الباركور. فمع النقزه هذه حاول انك تدحرج عشان تمتص الضربه، لانك اذا عدتها اكثر من مره راح تجيب لك اصابه بركبتك، فحاول انك تدحرج. فالحين ننتقل للمقطع اللي بعده. ما شاء الله صغير مبين صح؟ والله صغير. والله بطل رقاها. بعد بكمل؟ لا بطل. واستمع على الشيء اللي تسويه وحاول تستخدم رجولك ويدينك مع بعض عشان تطلع اسرع. الوران شرحت انت صح من قبل؟ اي الوران شرحتها. فحاول تعيدها اكثر من مره وحاول تشوف الشرح اللي انا نزلته. والباركور انا اقول لكم يعني خلاصته التكرار والممارسه راح تفيدكم كثير. فننتقل للمقطع اللي بعده. اسلم. بعد في المكتب بعد دولاب نفس اللي قبل. وش سالفتكم مع دولاب؟ والله سالفتكم مع دولاب. ما شاء الله والله بطل. بس انت بقى نفسك والله ما ينفع تسويه. والله انت بقى نفسك، لان اذا عدتها اكثر مره كذا مو كل مره ترى تسلم الجره، ما تدري بكره ممكن يصير لك شيء، لان المكان اللي تسويه اصلا مو امن. يعني الدولاب وانت قاعد تسلق فجاه يطيح عليك ترى ما لها داعي. فالحين راح ننتقل للمقطع اللي بعده.
حلو. الدحرجة غلط ولا على جنب. ترى قبل الناس يسوونها على جنب تدري؟ هذه بسيفتي رول ما يسموها. اي هذه اذا طحت ولا شيء على جنب تسويها. وين بركة؟ ما ادري. ورقة. الله الله والله 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 بقلبك الله يسعدك يا شيخ. أيوة. والله حلوه والله انك بطل وتسلم على الشيء اللي سويته والفيديو صراحه مره حلو ويعطيك الف عافيه. بس بالنسبه للدحرجه لا تحاول انك تجيبها على جنب، حاول انك تجيبها على قدام. ففي ناس يسوون على جنب هذه اذا طحت من مكان مرتفع مثلا وما يمديك تجيبها على قدام، وهذه يسمونها سيفتي رول. فالاساس او الشيء الاساسي اللي تبغى تتعلمه اللي هو على قدام، فحاول انك تعلمها انك تجيبها لقدام. فهذا هو الشباب كان بالنسبه للمقاطع وبالنسبه للفلوج. اتمنى ان الفلوج هنا عجبكم، لا تحرمونا من دعمكم. امان الله. والله حمرة عبد الله، والله حمرة زيادة. شوف شفيك، والله حمرة مرة عبد الله.